الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا عبد الله 43 سنة وأنا في الحرب هذه، ولله الحمد، الحمد لله واكل منها شارب منها ولله الحمد. معروفين الحمد لله، التونسي معروف ما كاينش اللي ما يعرفوش، ولله الحمد. كنديروا حاجة مزيانة وكنديروا المليح، كنديروا الحسوب، كنديروا النقاء، فهمتي؟ أهم شيء عندي هو النظافة، لأن النظافة هي كل شيء. إذا ما كانش النظافة ما كاين والو. راه كاين اللي عنده غير خاصو غير الروسيطة، ما خاصوش الكليان مزيانين ويكتب ناس وهذه، فهمتي؟ ما عنده الروسيطة، خاصو يكتب الروسيطة تبارك عليه. أنا بديت في 77، بديت أنا في عين الديان، صافي 77 كنبيع البوشة بعين الديان، بديت غير داكشي بسيط وداكشي يعني داكشي قليل. وين الحمد، الحمد لله، ودابا وين الحمد، داكشي تطور الحمد لله، ولنا بخير ولله الحمد. اليوم هنا باقي فيها الحمد لله، كبرنا من الدراري وخدمنا منها الحمد لله ولله الحمد. وها العشوب اللي عندي كندير بحال مثلا العشوب، ها هما العشوب اللي عندي مثلا بحال النعناع، كاريتوس، التومه، بشبيسه، البلديه، الفواكه، الدوم، عرق النجم، الحميضه، الورد، الشيح، البلدي، العكايه، الجوزه، الخزامه، الزرقاء مثلا، بابون، السودانيه. بحال دابا العده، بحال على سبيل المثال بحال العده الشهريه، دابا العده الشهريه ديال النساء كيجيو تبارك الله، كيجيو عندي من الرباط ومسلا كيجيو عندي، ولا كانوا يشاهدوني راه غادي يشاهدوني واش كيجيو ولا كيجيو ما كيجيو عندي. كيجيو عندي على حساب العده الشهريه، كتجي من الحريق وداك الشيء غير كيشربوها، كيجي تبارك الله على دكتور، تبارك الله داك الشيء عندك راه مزيان الحمد لله، فهمت؟ ولا الحمد لله معروفين، الحمد لله معروفين، الحمد لله ولا الحمد، بالنقاء بالعشوب هذه كندير 140 العشوب باش كنطيب، ومعروف الحمد لله، فهمت؟ بحال واحد السيدة جات عندي وكلات عندي في الصيف، كنعرفها ما كتعرفني، كلات عندي مشات بحال العام جا العام الاخر جات، جابت لي الكادو وجات، انا ما عارف ما كنعرف، ما عقلتش عليها كاع نهائي، ما عقلتش عليها. جات حاطة تبارك الله واحد داك فهمتي هذه حاطة، والسلام عليكم تمشي لاباس بخير، قالت لي راه معايا الضياف وكذا، قلت لها مرحبا بك، وهذه جلسوا ياكلوا وكلاو. جات خرجتني قالت لي راه كنجيب لك هذا الكادو هذا، قلت لها علاش المقابل ديال هذا الكادو؟ قالت لي راه 11 عام ما ولدت شي، قالت لي ملي جيت عندك ذاك الصيف اللي فات راه مشيت هنا وحملت راه كاع الدواء ديال الطاليان شربته، هي مقيمه في الطاليان، قالت لي كاع ذاك الدواء ديال الطاليان شربته ما جابش لا تيشير، وكل نهار جيت عندك الحمد لله ولدت بنيه ولله الحمد، وراك مازال ان شاء الله عندنا ان شاء الله. قلت لها الشيء اللي تطلبوا الله، حنا قلت لها راه عندنا العشوب، والعشوب سخانين الحمد لله، وما فيهمش الكيماوي، والعشوب طبيعيين، عشوب طبيعيين ما فيهمش كيماوي فيهم الحمد لله ولله الحمد. السيده اخرى هي وراجلها، راجلها كويتي وهي مغربيه مقيمه في كندا، هي 5 سنين ما ولدتش، ونهار جات عندي تبارك الله حتى هي كلات عندي البركه ديال العشوب، ودات معها للدار شربته هنا عندك عندك تبارك الله، تبارك الله، وجاب لها التيسير وولدت حتى هي، وهي جابت الكادوات هذيك، جابت لي طابليه جديده، وجابت لي القميجه، وجابت لي الكرافاطه، وجابت لي بيكي ديال الليكات، وجابت لي ثلاثه كيلو الحلوى، الا كليتي وحده ما تعاودش الاخرى الحلوى. تبارك الله داك الشيء ديال فهمتي، داك الشيء ممتاز ممتاز. وانا بديت كنشوف هاد بحال هاد تبارك الله بحال هاد داك، كنزيد نجتهد وكنزيد ندير العشوب وكنزيد نبحث على العشوب وكنقلب تبارك الله، فهمت؟ هاد المريقه ديال الشهر شربها تبارك الله، مزيان الروماتيزم، مزيان الكلاوي، مزيان الضيقه، مزيان التنفس ديال الانسان اللي عنده ضعيف الجنس، المراه ضعيفه الجنس، يعني تبارك الله بحال الفياغرا اللي كنسموها حنا فياغرا مغربيه، فهمت؟ يعني تبارك الله الحمد لله. وانا في عمري دابا تبارك الله عندي 58 عام، عمري ما مشيت عنده، لان علاش؟ كنشوف هاد العشوب هادي تبارك الله في واحد الفايده كبيره جدا، كيحميوك من الامراض، كاع الامراض اللي كدور بك وهادي كيحميوك منها، كيقتلوا البكتيريا كيقتلوها، فهمتي؟ عدد من الناس كانوا مساكن بحال دابا اللي عندهم مثل الامراض، مثل السكر، مثل الامراض المزمنه، السكر مثل الطونسيون، مثل القلب، فهمت؟ ما كيبقاش يمارس، ولكن كيجي عندي تبارك الله كيحيا، كيولي راجل خر، فهمتي؟ كيولي انسان خر، كيجي كيشكرني، كيخلصني، كيجيني بزايد الفلوس، ويتساهل تستاهل، يعني تبارك الله عندي كتجي موفي بزاف، وكيديو معاهم الديور، كيشربوا هنا وكيديو معاهم الديور، اللي كيبغي ينعس كيشربوا، فهمت؟ وتبارك الله راه عرفتي شنو راه الخير، تبارك الله الخير، فهمتي؟ الخير، وحتى النساء كيشربوا حتى هو، النساء كيشربوا بزاف النساء، وكيعجبهم الحال عندي، والله إلا كيعجبهم الحال عندي، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله.